نظمت الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر حملة نظافة لشاطئ المدينة الشبابية بالغردقة، وذلك بمشاركة 100 شاب من شباب المبادرة الرئاسية للقيادات الشبابية. وتأتي الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بهدف دعم مشاركة الشباب في العمل التطوعي، خاصة بعد النجاح الذي حققته مصر في احتضان قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ. النهاردة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع حبينا ان احنا نشارك الشباب دول في فعاليتين، واحدة كانت عبارة عن التعريف بمقومات البحر الأحمر الطبيعية ورؤية البحر الأحمر لما بعد COP27، بما ان احنا كلينا نصيب الأسد في قمة تغير المناخ COP27 من ناحية الطاقة الجديدة ومتجددة، من ناحية المشاريع اللي جاية من أجل الشعاب المرجانية ومشاريع الطاقة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. فاحنا النهاردة حبينا نبرز الدور دوت قدام شبابنا من شتى محافظات جمهورية مصر العربية.